لجنة لإنقاذ الأفلان، ذلك ما يسعى مناضلون إعلانه في غضون أسبوع. اتصلوا بنا الإخوان والأخوات إطار جبهة التحرير الوطني من كل ولايات الوطن بأن هناك يعني تشنج وهناك إقصاء أيضا يضاف إلى الإقصاءات اللي مارسها ولد عباس على إطارات جبهة التحرير الوطني والمخلصين والحقيقيين، من الاستحقاق نتاع التشريعيات إلى الاستحقاق نتاع المحليات إلى العملية هذه، عملية إعادة الهيكلة في إقصاء. لأن الإخوان كل التيارات أو الحساسيات الموجودة في جبهة التحرير الوطني ممثلة أيضا لكل المناطق الوطن، هذه المبادرة يعني تم الإعلان يعني ميلاد هذه اللجنة، ما فيش زعامة في هذه اللجنة وما فيش إقصاء، فيه نداء لم شمل، فيه نداء من أجل رد الاعتبار إلى المناضلين الحقيقيين في جبهة التحرير الوطني عبر كامل التراب الوطني. تأخر عقد اللجنة المركزية إحدى المسببات التي أثارت حفيظة مناضلي الحزب وتذمرهم من أمينه العام الحالي، لكن ما الذي ستنقذه هذه اللجنة؟ هم كانوا يستناو في الدورة، بعد الدورة ما كانش باقيين، هي ما هيش هذه إنقاذ مرشح أن ينقذوا، ما عندهم ما ينقذوا. المشكلة تاع انعقاد الدورة تاع اللجنة المركزية اللي هي تنعقد في كل سنة، ولكن هي درك ديك ما انعقدتش، درك هما عم يحطوا هذا الرسوم من جانب القانون الأساسي كي تقرا القانون الأساسي، كل المناضلين يحبوا الدورة تنعقد. يبدو أن الوضع الذي يمر به الأفلان لم يرقى للكثير من مناضليه، خاصة وأن موعد الرئاسيات على الأبواب.